كان مولانا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيدو يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم وتحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده حلقتنا هامه جدا لكل اهل الصناعه والزراعه. هنلتقي بالسيد الدكتور عماد فرج رئيس مجموعه المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر في البنك الاهلي المصري. هنفتح معاه ملفات شديده الأهمية في الصناعة والزراعة. هنتكلم عن الزراعة التعاقدية وإزاي هي أملنا للنهوض بدخول صغار المزارعين. أيضا هنتكلم لأول مرة عن مصطلح الصناعة التعاقدية. تخيل حضرتك لو بتصنع منتج هو في الأساس منتج مغذي لصناعة أكبر وتم التعاقد معاك على هذا المنتج، وقتها هتشتغل وانت مطمن وهتصنع بجودة عالية وكل تفكيرك هينصب على كيفية تقليل تكلفة هذا المنتج عشان لما يدخل في الصناعة الأكبر نقدر نعمل منتج يشرفنا ويتصدر في كل أسواق العالم. كمان هنتكلم عن زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا، ده أمر هام جدا. إزاي نشجع شركتنا على إنشاء مراكز للبحث والتطوير وتدريب العمالة. هذا اللقاء هام جدا مع الدكتور عماد فرج في بداية مشواره كرئيس لمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البنك الأهلي المصري. وخلي بال حضراتكم البنك الأهلي المصري محفظته في تمويل المشروعات تجاوزت 167 مليار جنيه واستفاد بيها ما يقرب من 123 ألف مشروع. خليكم معانا في حلقة هامة جدا من حلقات برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم. احنا النهاردة بنفتح الباب قدام الكيانات اللي هي تقدر تجيب كم من المعدات الزراعية اللي يقدر يخدم على منطقة كبيرة، واحنا معاه ونموله وموجودين معاه وما عندناش مشكلة فيه. وفي ظهر من يصنعون المعدات بنصمم اليومين دول برنامج مشابه لي بالنسبة للصناعة، ولكن على سكيل كبير جدا. احنا الصناعة التعاقدية مفيش صناعة هتقوم على جهل ومفيش صناعة هتقوم على عدم معرفة. لو طبقناه على الصناعة احنا خلقنا صناعات مغذية عديدة جدا وعملنا تشبيك ما بين كبار المصنعين وصغار المصنعين. الخمسة دولك قالوا انا من ضمن مسؤولياتي ناحية المصنع الصغير اللي هيشتغل معايا ده ان انا هوفر له النو هاو. الآن تشاهدون. إحنا النهاردة بنفتح الباب قدام الكيانات اللي هي تقدر تجيب كم من المعدات الزراعية اللي يقدر يخدم على منطقة كبيرة، وإحنا معاه ونموله وموجودين معاه وما عندناش مشكلة فيها. وفي ظهر من يصنعون المعدات بنصمم اليومين دول برنامج مشابه لي بالنسبة للصناعة، ولكن على سكيل كبير جدا. احنا الصناعة التعاقدية مفيش صناعة هتقوم على جهل ومفيش صناعة هتقوم على عدم معرفة. لو طبقناه على الصناعة احنا خلقنا صناعات مغذية عديدة جدا وعملنا تشبيك ما بين كبار المصنعين وصغار المصنعين. الخمسة دولك قالوا انا من ضمن مسؤولياتي ناحية المصنع الصغير اللي هيشتغل معايا ده ان انا هوفر له النو هاو.
محفظة البنك الأهلي المصري التمويلية لأصحاب المشروعات بلغت 167 مليار جنيه، واستفاد بيها حوالي 124 ألف مشروع، وده ساعد في نمو المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية وكمان التجارية، ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. دلوقتي حضراتكم في البنك الأهلي المصري هنلتقي لأول مرة بالسيد الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيات الصغر، عشان نتعرف منه على حجم محفظة البنك الأهلي المصري التمويلية للمشروعات الصناعية والزراعية، وآليات تمويل البنك لعقود الزراعة التعاقدية، وضوابط مساندة المصانع ودعمها. كمان هنتعرف من الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيات الصغر في البنك الأهلي المصري، على مبادرة الصناعة التعاقدية اللي تبناها البنك الأهلي المصري لدعم أصحاب الصناعات المغذية للصناعات الكبرى في مصر، والبداية هتكون من خلال تمويل المصانع الصغيرة اللي بتوفر المنتجات المغذية لأكبر 5 مصانع للأجهزة الكهربائية في مصر. تعالوا نقابله. دكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيات الصغر في البنك الأهلي المصري، أولا مبروك على رئاسة مجموعة المشروعات. حضرتك في سنة 91 بدأت موظف ائتمان، النهاردة رئيس المجموعة، يعني أدرى واحد بالتحديات اللي بتواجه المشروعات. المحفظة بتقول الخاصة بالبنك الأهلي في تمويل المشروعات إن إحنا مولنا مشروعات بقيمة 167 مليار جنيه. عندنا نصيب للصناعة وعندنا نصيب للزراعة. وصلنا لفين؟ الحقيقة إحنا طبعاً هو الرقم محترم جداً كـ 167 مليار، وإن كنا بنطمح للمزيد. كم عميل؟ يعني احنا بنتكلم في 124 ألف عميل. دز. وده رقم برضو حضرتك على مستوى الائتمان، كوجهة نظر ائتمان كعدد رقم ممتاز جدا، ولكن احنا بنطمح للمزيد خلال الفترة اللي باقية من سنة 24 وخطة سنة 2025. احنا عندنا المحاور اللي بنمول من خلالها إن إحنا بنمول قطاع صناعي، قطاع زراعي، قطاع خدمي، قطاع تجاري. ما عدا ذلك في قطاعات في أنشطة إحنا لا نمول. ولكن إحنا في الوضع الحالي وأنا بتكلم مع حضرتك النهاردة، القطاع الصناعي يمثل حوالي 43% من حجم التمويل من المحفظة. بإجمالي؟ بإجمالي حوالي 75 مليار جنيه. رقم الضخ في الصناعة رقم محترم جدا طبعاً. رقم محترم جدا، وان كنا زي ما بقول لحضرتك احنا لسه في النية ان احنا خلال الفترة اللي جاية دي ان شاء الله باذن رب العالمين هنضاعف هذا الرقم. الزراعة بقى هي رغم انها من اولى اولوياتنا في التمويل، الا ان هي ما زالت تمثل حوالي 11%، يعني حوالي 18-18.5 مليار جنيه من اجمالي قيمة المحفظة. فبالتالي احنا حضرتك قدامنا مجال واسع جدا لزيادة حجم التمويل في القطاع الزراعي. احنا بنفكر في معدل النمو للمحفظة، وفي نفس الوقت انه جزء كبير من هذا المعدل يكون موجه ناحية القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، لانه دول القطاعين اللي عليهم عبء الفترة اللي جاية دي ان هم يمثلوا الحماية الكاملة للدولة المصرية. فاحنا النهاردة في وضع انه الدولة متخذة اتجاه احنا بندعمه اللي هو توطين الصناعة. توطين الصناعة النهاردة هو من ضمن اكبر الامور او الامل الاكبر في البلد، انه نقدر ان احنا نقلل فاتورة الاستيراد على قد ما نقدر، ونزود حجم التصدير على قد ما نقدر. الكلام ده محتاج دعم شديد جدا من كل أطراف الموضوع، سواء إحنا كطرف تمويلي وبنمول وهنمول وفاهم يعني مشروعات وفاهمين كويس جدا يعني إيه مشروعات. فإحنا النهاردة ابتدينا ندخل في برامج شراكة
مع جهات أجنبية كتيرة جدا، بنتولى من خلال البرامج دي إن إحنا نوفر لقطاع الصناعة سواء بقى المعرفة والتطوير أو تدريب الناس. ويمكن وصلنا لغاية إنه آخر برنامج لسه معمول الأسبوع اللي فات كبرنامج تدريبي لأصحاب الأعمال أو للشركات العائلية، إن إحنا بالاشتراك مع صندوق سند قدرنا نوفر برنامج تدريبي لكيفية تحويل المشاريع العائلية إلى أنها تبقى مشاريع في نطاق الحوكمة، بحيث أن هي خلاص ما نبقاش مرتبطين بالأب صاحب الأعمال وتفضل الشركة إلى أكبر عمر ممكن. فإحنا من ضمن الاتجاهات اللي إحنا بنمشي فيها البرامج الغير تمويلية دي فعلا، لأنه شايفين أنه لازم نوجد للمصانع وللشركات دي الأمور اللي ناقصة واللي هو مش عارف يوجدها. الحكاية دي احنا ماشيين فيها كويس جدا، وعايزين نطور الكلام من ناحية القطاع الزراعي بحيث ان احنا نوصل بحجم التمويل في القطاع الزراعي انه ما يبقاش 18.5، لا احنا نوصل ل 50 و60 و100 مليار على مدار الفترات اللي جاية. الخطة ان احنا ابتدينا ببرنامج في قطاع الزراعة اللي هو برنامج الزراعة التعاقدية، واللي من خلاله بنوجد للمزارعين الآلية انه يبقى ضامن بيع محصوله بالرقم المرضي من قبل ما يبتدي يزرع، مطمن بوجد له الجهة اللي هتشتري منه، ويا حبذا لو هو وصل بمستوى الإنتاجية بتاعته للمستوى اللي يسمح بالتصدير. وبالمناسبة أنه المفروض في الوضع الحالي أنه من ضمن إيجابيات الديفاليويشن اللي حصل للعملة المصرية أنها بتفتح لك في مجال الزراعة بالذات أسواق ما كانتش مفتوحة، لأنك بتقدر توصل لسعر تنافسي يخلي الحاجة بتاعتك مطلوبة. برنامج الزراعة التعاقدية ده عايز أقول لحضرتك أنه نجح معانا نجاح كويس جدا، وفر للناس الطمأنينة الكاملة، وابتدت ناس كتيرة جدا نتعامل معاها من خلاله. خلي بال حضراتكم، الزراعة التعاقدية مفيش أفضل منها لتحقيق انتعاشة حقيقية في القطاع الزراعي، ولكن تنفيذها مشروط بالتزام المزارع بمعايير واشتراطات المحصول اللي هيزرعه بالتعاقد، وتحديد سعر عادل لشراء المحصول من قبل الشركات المتعاقدة مع المزارعين، والتزامهم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي الكامل للمزارعين، وخاصة في الأصناف النباتية الجديدة، وكمان وجود كيان مصرفي قوي كطرف ثالث لتمويل المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي. هنا المنظومة تكتمل، وده اللي تنفس حرفياً في اتفاق ما بين البنك الأهلي المصري وشركة مزارع لتطبيق عقود ثلاثية للزراعة التعاقدية، الطرف الأول المزارع والطرف الثاني شركة مزارع اللي هتقدم منظومة كاملة للمزارع المتعاقد معاها عشان يحقق على إنتاج، والطرف الثالث هو البنك الأهلي المصري. أنا رصدت مع البنك الأهلي المصري تجربة مزارع. تمام. شركة هامة جدا وكبيرة جدا وعندها فهم كامل لمنظومة الزراعة التعاقدية. البنك الأهلي دخل بقوة، دعم المزارع، نجحت المنظومة. وأنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا ابتدينا ندخل بقى في منظومات تانية تخص الزراعة، من ناحية تطوير شبكات الري، من ناحية الزراعة الحديثة، بحيث إن إحنا نخرج من إطار التقليدية في الزراعة اللي مصر عايشة عليها يمكن من أيام الفراعنة. أهم احتياج من احتياجات الزراعة في مصر النهاردة يا أستاذ محمد إنك توجد كيانات تقدر توفر الميكانة الزراعية للمزارع المصري. مفيش حد النهاردة من المزارعين الأفراد عنده القدرة إن هو يجيب المعدات والميكانة اللي توصل بيه لأقل معدلات تكلفة وتحقق له أعلى معدلات ربح. فإحنا النهاردة بنفتح الباب قدام الكيانات اللي هي تقدر تجيب كم من المعدات الزراعية اللي يقدر يخدم على منطقة كبيرة، وإحنا معاه ونموله وموجودين معاه وما عندناش مشكلة فيه. وفي ظهر من يصنعون المعدات طبعا الصناعة الوطنية طبعا، ما
ما هو ما انا عايز اخد حضرتك ان انا انقلك بقى بسرعه كده ان احنا بنستغل النجاح بتاع برنامج الزراعه التعاقديه ان احنا بنصمم اليومين دول برنامج مشابه لي بالنسبه للصناعه ولكن على سكيل كبير جدا. احنا الصناعه التعاقديه وده اللي هيبقى الاتجاه الجديد للعمل في المجال ده ان احنا بنوجد آلية بننزلها موجودة آلية هتبقى موجودة على الأرض ان انا هتعاقد مع الشركات الضخمة المصنعين الكبار في ان انا هيتم انتخاب او اختيار المصنعين الصغار اللي يقدروا يعملوا له الصناعات المغذية له. طبعا كون ان انا هفتت المنتج بتاعه الى صناعات في مصانع صغيرة انا هدخل يكون في ريكومنديشن منه انه فلان الفلاني كويس وبالتالي ده بيعمل لي المسمار ده بيعمل لي الصامولة ده بيعمل لي فرش الجلد بتاع كذا بالظبط هيعمل دي هتعاقد له معايا انه هو منتجه بالكامل هتاخده الشركة الأم وأنا بالنسبة لي هدخل للمصنع الصغير دون أدعمه بكل أشكال الدعم اللي أنت تتخيله. ضمنت هو ضمن الأول أنه بايع منتجه وأنا بالنسبة لي ضمنت سداد التمويل بتاعي وفي النهاية الدولة ضمن شيء جيد وخد شيء جيد وفي نفس الوقت بطل يستورده وزودنا المكون المحلي لأن هو كان كل المكونات الصغيرة دي بيستوردها من بره صحيح ففيها كتير جدا يقدر يتعمل هنا الزراعة أي حد النهاردة شركة محتاجة منتج زراعي سواء السوق المحلي أو العالمي يقدر يجي يتعاقد بنفس فلسفة مزارع اللي يقدر يعملها مع البنك الأهلي خلاص احنا تعاقدنا مع شركة بقى عندنا منظومة نقدر نطبعها مع أي حد مزبوط. صح ولا غلط مزبوط واحنا جاهزين حضرتك احنا بنتعامل من خلال 650 فرع للبنك الأهلي عندنا فيهم ما لا يقل عن 400 فرع مثلا بتقدر تتعامل مع صغار المزارعين أو اللي طالب تمويل من خلال النشاط الزراعي احنا حضرتك متواجدين في كل محافظات ومراكز مصر متواجدين في عدد كبير من القرى ومتواجدين بالصورة اللي نقدر نمول بيها أي مشروع زراعي موجود في مصر وبالصورة اللي تخليه يقدر إن هو ينمو ويكبر ويقدر أصله إحنا أنا عايز أقول لحضرتك إنه الزراعة دي هي العامل أو الدراع التاني جنب الصناعة اللي هتوفر للدولة وللبلد وبالتالي للناس هتوفر لهم فاتورة الاستيراد وأمن غذائي طبعا وإحنا حضرتك كل لما بيرتفع الجودة بتاع المنتج الزراعي المصري كل لما بنحتل قطعة أرض جديدة في الأسواق الخارجية اللي بيها إحنا حوالينا يا أستاذ محمد دول تمكنت توصل في التصدير الزراعي لأرقام مرعبة وإحنا مش أقل منهم إحنا أصل الزراعة في العالم ومش معقول ابدا ان احنا نكون بعيد عن المجال لا احنا داخلين وداخلين بقوه واحنا جاهزين ان احنا نوصل بدعم النشاط الزراعي الى اقصى درجه تتخيلها واحنا بالنسبه لنا ده قضيه يعني زي ما قلت لحضرتك في بدايه كلامنا قضيه طبعا دي قضيه البنك الاهلي المصري دي قضية يعني قضية 40% من قطاع المصرف في مصر دي قضية حضرتك الزراعة والصناعة زي ما هم قضية للدولة هم قضية للبنك الأهلي ولازم البنك الأهلي هيكون له اليد الطولة في إنه هو يكون العامل المساعد والعمود الفقري للبلد في إن هي زي ما احنا في مجالات كتيرة لا احنا في مجال الصناعة والزراعة هنكون رقم واحد في مصر كلها واحنا اللي عندنا القدرة الى ان احنا نغطي قطاع الزراعة وقطاع الصناعة لاخر مدى ممكن
تشاهدون بعد قليل. لو طبقناه على الصناعة، احنا خلقنا صناعات موزية عديدة جدا، وعملنا تشبيك ما بين كبار المصنعين وصغار المصنعين. الخمسة دولك قالوا انا من ضمن مسؤولياتي ناحية المصنع الصغير اللي هيشتغل معايا ده، ان انا هوفر له النو هاو. الآن تشاهدون. لو طبقناه على الصناعة، احنا خلقنا صناعات موزية عديدة جدا، وعملنا تشبيك ما بين كبار المصنعين وصغار المصنعين. الخمسة دولك قالوا انا من ضمن مسؤولياتي ناحية المصنع الصغير اللي هيشتغل معايا ده، ان انا هوفر له النو هاو. لسه مكملين مع حضراتكم لقائنا مع الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البنك الأهلي المصري. دلوقتي هنناقشه في آليات دعم ملفات رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا. ركزوا معاه. لا، خلينا في مصطلح الصناعة التعاقدية، ده مهم جدا وجديد جدا. هي صناعة. بدأت حضرتك يعني في مصنعين قعدت معاهم وتم الاتفاق؟ احنا حضرتك ابتدينا ببرنامج الاول كتجربة، قعدنا في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية، قعدنا مع الخمسة الكبار واتفقنا فعلا على البرنامج، واتفقنا على انه هنبدأ نوجد المصنعين الصغار اللي هم يرضوا عن منتجهم، وفي نفس الوقت احنا ندعمهم ونوقف جنبيهم. وهم الناس للأمانة عندهم تقبل رائع جدا للفكرة، بل بالعكس عايز اقول لحضرتك ان احنا في جزء اخر ابتدينا نطوره في هذه المنظومة، ان احنا ابتدينا نقعد مع المطورين الصناعيين، بحيث انه هيبقى في تجميعات. اللي بيعمل مجمعات صناعيه. ايوه. اللي بيعمل مجمعات صناعيه هو واخد ارض من الدوله. صحيح. ومتعاقد على انه يعمل مجمعات صناعيه ويبيع وحدات صناعيه لصغار المصنع. اصحاب المشروعات. اصحاب المشروعات. عنده كبير وعنده صغير. مظبوط. فهو في الحاله دي انا برضو بحاول ان انا ادخله في المنظومه، بحيث ان انا المصنعين اللي هياخدوا عنده وحدات انا هدخل معاهم ادعمهم وامولهم واجيب لهم الاتهم ومعداتهم وكل اللي يحتاجوه، وفي نفس الوقت يبقى في تركز للصناعات المغذيه للمجموعات الكبيره اللي زي كده، بحيث يبقى جمعنا حاجته كلها في مكان واحد. يبقى جنبي. بالظبط. واحنا يمكن اخد حضرتك لجزئيه في الموضوع ده، ان احنا كان في المبادره بتاعت ابدا. المبادره دي احنا لقينا القائمين عليها لما قعدنا معاهم، الحقيقه لقيناهم ناس متعلمين كويس وعندهم فكر كويس جدا، وتكلفات واضحه ومحدده، وعندهم تكلفات وعندهم باور في ان هم يساعدوا في مجال الصناعه، من حيث ان هم عندهم القدره على التواصل مع الاجهزه اللي هي بتتولى استخراج التراخيص والسجل الصناعي، كل الامور اللي بتبقى معوقه في الاول لاي مصنع، هم عندهم القدره ان هم يخلصوا الكلام ده بسرعه جدا. ولما لقيناهم جديين جدا، فاتفقنا على انه هنشركهم معانا في المنظومة دي، بحيث المنظومة دي هنوسعها بصورة كبيرة جدا وتشمل حاجات كتيرة جدا، تساعد في الصناعة، تشمل تعليم فني لعمال يشتغلوا في الصناعة دي، هتشمل ان احنا نوجد لهم مجال فتح معارض، مجال تسويق، مجال، بحيث انها تبقى منظومة كاملة متكاملة. البنك الاهلي العنصر الاساسي والعمود الفقري ليها، وازرعته في كل حتة تتولى ان هي تنجح المنظومة. مبادرة ابدأ تمتلك مدارس تكنولوجية
ودي من ضمن تقدر تسهل على الصناعة كتير. دي من ضمن الـ الجزء اللي احنا اتكلمنا معهم فيه ان احنا نحطه في المنظومة. يعني عايز اقول لسيادتك كويس ان احنا اتكلمنا في النقطة دي. احنا في بعض كبار المستثمرين او الصناع، بعض كبار المصانع في مصر ابتدى ياخد اتجاه ان هو يعمل مدرسة او معهد فني صناعي بيتولى يعلم له الشباب على الصنعة بتاعته، كوادر كوادر مؤهلة متخصصة، وهو متعاقد معه، هو داخل لسه طالب صغير لغاية ما يتخرج، هو بيتولى الانفاق على المدرسة أو المعهد ده، وبياخد المنتج بتاع هذا المعهد من الطلبة اللي متعلمين كويس وبيشغلهم عنده في المصانع. فالحقيقة احنا لما لقينا انه في مدرستين عندهم لهذا المجال، فاقترحنا عليهم انه نبتدي نعمل تواصل مع المقاس المتوسط من المصنعين اللي هو ما يقدرش يفتح مدرسة او معهد، وفي نفس الوقت هو محتاج لعمالة كويسة جدا عنده. فابتدينا نتكلم في انه طيب ليه لأ ان احنا ما نعملش في المدارس بتاعت ابدأ نعمل فصل يختص بالمصنع الفلاني وفصل يختص بالمصنع الفلاني، هو ده اللي يقدر عليه بحيث ان هو يتولى حجمه هو كمصنع يكفي للانفاق على فصل، وبالتالي هو يقدر يخرج عماله وكوادر مدربه كويس جدا ومتعلمه كويس جدا تخدم الصناعه بتاعته. لان الحكايه دي الحقيقه يمكن تلاحظ حضرتك انه في مصر خلال السنين الاخيره أو من مدة كبيرة كان ابتدى يبقى فيه نظرة دونية للتعليم الصناعي، فابتدت الناس كلها تتجه ناحية التعليم العالي وأهمل التعليم الصناعي إهمال، أدى إلى أنه النهاردة بقى فيه ندرة جامدة جدا في أن أنت توجد العامل الفني المدرب كويس جدا. فالحقيقة إحنا عايزين برضو نساعد من ضمن الخدمات الغير مالية اللي إحنا بنقدر نقدمها أن إحنا نوجد انتشار لمدارس التعليم الصناعي من خلال المبادرات اللي زي ابدأ كده، بحيث انه نضمن انه المصانع تجد الفني المدرب على اعلى مستوى او الكادر المدرب على اعلى مستوى ممتاز اللي ينفعهم وينفع نفسه وينفع البلد. بالمناسبة الدكتور عماد فرج تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة سنة 1986، وحصل على الماجستير في الأعمال المصرفية سنة 2007، والدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس سنة 2017، وانضم سنة 1991 للبنك الأهلي المصري كباحث ائتماني بالفروع، وتدرج في المناصب حتى تولى إدارة فروع جامعة الفيوم والقرية الذكية والحصري بمدينة السادس من أكتوبر وجزيرة العرب بالمهندسين، وبعدها تولى رئاسة منطقة جنوب القاهرة واللي بيتبعها 50 فرع للبنك الأهلي المصري، وكمان منطقة وسط القاهرة الكبرى، حتى تعيينه رئيساً لمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البنك الأهلي المصري. أنا معجب جداً بمصطلح الصناعة التعاقدية، منبهر بصراحة. يعني لو طبقناه على الصناعة إحنا خلقنا صناعات موزية عديدة جداً، وعملنا تشبيك ما بين كبار المصنعين وصغار المصنعين. ولكن السؤال اللي هيتبادر لأذهان كبار المصنعين، أنا هبقى مسؤول عنه؟ يعني هبقى ضامن ليه في القرض ده؟ لا هو مش ضامن ليه في القرض، هو ضامن ليه في القرض بطريقة غير مباشرة، إنما مش هيضمنه ضمانة مباشرة. هو ضامن ليه في القرض بأنه هيشتري المنتج العالي بتاعه الجودة. العالي الجودة وبالتالي هو نفس المصنع الصغير ده عمره ما هيتنازل عن الجودة العالية، لكذا سبب. هو أولا شاف النجاح مع المصنع الكبير، سدد الالتزامات المالية اللي عليه سواء ناحية الـ البنك أو ناحية أي موردين له، ابتدى ينتج بمستوى من الجودة حطته في رنك أعلى من اللي هو متعود عليه، وفي نفس الوقت هو متعاقد على نوعية منتج معين مش متخصص فيه. متخصص فيه هي جزئية صغيرة من جهاز كبير بينتجه المصنع الكبير ده. الصين بتعمل كده، كرة كاملة بتندج مسمار، كرة كاملة تندج سمولة، طبعاً وهكذا تروس. وده حضرتك من أسرار النجاح المذهل للصين كصناعة،
وإن هم وصلوا لمستويات في تخفيض التكلفة اقترب من الصفر. طبعا محدش يقدر في العالم كله أن يوصل للمستويات اللي وصلوا ليها، بس أساسها تفتيت الصناعة بالمنظر ده. كبار المصنعين رحبوا طبعاً بهذا المصطلح. طبعا طبعا الصناعة التعاقدية. احنا حضرتك قعدنا مع أكبر خمسة في المجال ده كنواه وكبداية، الأجهزة الكهربائية، في الأجهزة الكهربائية، وهم الناس عجبهم جدا فكرة المشروع ومنبهرين بيه جدا. تجربة مع الخمسة دول بس ولا ممكن أنا كمصنع أجل حضرتك أقول لك أدي ملف فيه أهم ناس بتغذي الصناعة بتاعتي؟ ده ديفنتلي هيحصل. عايز لهم خامات، عايز لهم معدات، عايز لهم خطوط إنتاج، بالتأكيد عايز لهم تكنولوجيا، بالتأكيد. وده الملف اللي هنحرك عليه. لأنه ما هو ما أنا هقول لحضرتك أنه من ضمن الموضوع أنه الخمسة دولك قالوا أنا من ضمن مسؤولياتي ناحية المصنع الصغير اللي هيشتغل معايا ده أن أنا هوفر له النو هاو، ودي بتبقى برضو من ضمن أهم العقبات أن أنت تقدر تبقى عندك النو هاو لإنتاج القطعة دي. لا هو هيوفرها لك، هيوفر لك لو عايز تدريب في الشركات الأم برة هيوفر الكلام ده، وهو المستفيد في الآخر. دايما خلي بال حضرتك الصناعة لازم يسبقها توطين تكنولوجيا عشان تضمن القدرة على المنافسة سواء محليا أو دوليا. الناس المصنعين اللي عندهم فكر إن لازم يبقى عنده مركز بحث وتطوير تابع للمصنع بتاعه، ندعمهم إزاي؟ أنا هرجع حضرتك لجزئية اتكلمنا فيها، إن إحنا من ضمن أنشطتنا كمجموعة أو كبنك إن إحنا على اتصال دائم بجهات خارجية كتيرة جدا، وبنقدر نوجد برامج تدريبية سواء على مستوى التكنولوجي، على مستوى الإداري، على مستوى البشري، على مستوى كل المستويات اللي انت تتخيلها حضرتك، بيتواجد معانا فيها دائما شركاء. فإحنا ما عندناش مشكلة خالص ان احنا إيجاد البرامج التدريبية دي وتوصيلها للشركات الصناعية دي، ده جزء أساسي وجزء مهم جدا احنا بنعتمد عليه، لأن زي سيادتك ما بتقول احنا مفيش صناعة هتقوم على جهل، ومفيش صناعة هتقوم على عدم معرفة. فبالتالي التدريب والتطوير ده جزء كبير جدا احنا بنتولى ان احنا نحط ايدينا فيه لأقصى قدر نقدر عليه، وهي بتكمل الدنيا بعد كده. يعني انت مجرد ان انت حطيت الخطوات الاولى فيه او اوجدت البرامج اللي تساعد الناس دي كويس، هي السلسلة بتكمل بعضها بعد كده. زائد انه نفس الشركات برضو، عشان اقول لحضرتك الكبرى دي من غير ده، لا برضو هم عندهم خطط التطوير طبعاً. دي لازم يقوم عليها، واللي بينجح منهم وبيوصل للعالمية هو اللي عنده مركز بحث والتطوير. مظبوط، ده كلام مظبوط. النهاردة عندنا قوة كبيرة جدا في القطاع الصناعي بحجم الفريق كامل، الوزير نائب رئيس الوزراء، أمر لم يحدث من 20 سنة ومكلف بملف الصناعة، هنساعده إزاي؟ ما هي إحنا طبعا بالنسبة لنا إحنا كبنك أو كجهة تمويلية أو كمجموعة على مستوانا هنا، إحنا كانت سعادتنا جامدة جدا جدا بخبر توليه الحقيبة دي، لأنه يا أستاذ محمد الصناعة في مصر كانت محتاجة جدا أب قوي يحميها، رأس حربة طبعا طبعا. فالحقيقة احنا يعني الفريق كامل عنده في الحتة دي باور، وعنده قدرة على تنفيذ قراراته بصورة عالية جدا. احنا هنساعده بكل ما أوتينا من قوة، ولكن احنا عارفين ان هو اللي هيساعدنا اكتر. بمعنى احنا دايما شايفين انه اكبر عقبة قدام المصنعين خصوصا الصغيرين منهم قضية التراخيص والسجلات وغيرها والرقابة على المصانع، وجود عدد جهات 500,000 جهة صحيح تمتلك الحق في اغلاق اي مصنع. شفت حركة القرارات الاخيرة للفريق كامل الوزير؟ ما هو ده اللي أنا بقول لك إنه إحنا دي أول الخطوات اللي إحنا استبشرنا بيها خير، لأنه هيساعدنا بيها جدا. ممنوع غلق المصانع، ممنوع مرور كل جهة تعدي، مش هسمع كده طبعا. في لجان تنزل للمصنعين طبعا
طبعا وتراقب اللي هي عايزاه، ولكن طبعاً. اللي جنبه جمع. وهي دي حضرتك الـ الـ النقطة، حلقة الوصل اللي كانت مطلوبة. أنا ما تسيبنيش كمصنع لفرد فرد كل واحد من جهة بيديني وجهة نظره الشخصية في المصنع بتاعي يتقفل ولا يمشي. صحيح. النهاردة الكلام ده من خلال لجنة فيها كل الأطراف اللي هي تمتلك أحقية الكلام مع المصنع، واللجنة دي ما ينفعش حسب قرار سيادة الفريق ما ينفعش تدخل لمصنع تقول ملحوظة إلا مجتمع، ثم لو هتوصل لقرار بأنه في مخالفات جسيمة ولا هيتقفل ولا 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 يعرض على رئيس مجلس الوزراء. قرار لازم من خلال العرض على رئيس. صحيح. فطبعا دي أول خطوة داعمة للصناعة في مصر، لأنه الجزئية دي كانت هي دايما الهاجس اللي عند كل واحد موجود اوريدي في كارير الصناعة أو عايز يدخل كارير الصناعة. فالحقيقة احنا بالنسبة لسيادة الفريق احنا جاهزين لأي متطلبات حيكلفنا كجهاز مصرفي في مصر أو احنا كبنك أهلي، أي متطلبات لدعم الصناعة احنا جاهزين ليها، وفي نفس الوقت احنا مطمئنين لأنه هو الذراع القوية اللي هتحمي هذه المشروعات واللي تخليها تقف على رجليها. تخيلوا حضراتكم لو اتجهنا لدعم وتطوير أصحاب الورش والمصانع الصغيرة اللي بتصمم منتجات صناعية جودة خاماتها منخفضة، ونجحنا في الارتقاء بالخامات اللي بيشتغلوا بيها وتدريبهم على التصنيع الجيد والحصول على الشهادات اللازمة لاعتماد منتجاتهم الصناعية، سواء اللي بتكون مغذية للصناعات أكبر أو كمنتج نهائي للسوق المحلي. أكيد بدل ما هنوصفه بأنه واحد من مصانع بير السلم هنبقى فخورين بيه، لأننا كسبنا مصنع محترف بيقدم منتج مختلف ومتميز وبسعر عادل جدا. لا تتخيل حجم سعادتي بهذه الروح القتالية كمان. خلي بال حضرتك لأن الموضوع مش سهل، نتكلم في صناعة ونتكلم في زراعة، فلازم ننزل أصحاب المشروعات ولازم نشجع ولازم نقعد معهم نسمع التحديات اللي بتواجههم. خليني أسحرك على حاجة في الصناعة مهمة جدا. احنا دايما لما بنشوف منتج كده، منتج محلي، ممكن نقول لك ده منتج مصنع تحت بير السلم. في ناس تسيب المنتج وتهرب. انا ببص له بشكل مختلف. هو اللي وصل للمرحله دي ان يعمل المنتج ده، لو انا دعمته وطورته مش هيعمل المنتج اللي بيجينا من بره بس بالراحه. شوف هقول لحضرتك على حاجه، ودي يمكن معتقد شخصي أو أنا طول عمري ببص للجزئية دي وهي شغلة تفكيري. حضرتك لو رجعت بالزمن فترة كبيرة لدول الفار إيست، هي ما وصلتش للحجم الصناعي اللي هي فيه النهاردة ده إلا من خلال الجزئية اللي بتقولها حضرتك. إحنا بنتقدم من خلال برنامج حضرتك برغبة أو بطلب للجهات المسؤولة وخصوصاً لسيادة الفريق كامل الوزير، إنه يبقى فيه نظرة تانية لدول اللي بيتمكن إنه هو يغش قطعة غيار تحت قطعة غيار مثلاً لأن دي الأكثر انتشاراً في السوق. بس هو يا أستاذ محمد تمكن إنه يغش ويقلدها ويعملها لك بصورة ممكن تعدي على عدد من الناس المتعاملين على قطعة الغيار. صحيح. يبقى إذن هو نجح. يبقى كوني أتعامل معاه على إنه ده طريقه الوحيد للسجن، يبقى أنا بخسر قوة كبيرة جدا من كذا اتجاه. أولا هذا الرجل أنا لو وقفت جنبه وعملت له ورق وخرجته للنور هستفيد بيه إنه هو، هستعمل تعبيرك بقى وأقول قطعة الغيار اسمه حنفي، بدل ما يسميها أي ماركة مشهورة، لا لو طلع للنور هقنعه أنه يسميها حنفي، وهيقدر يتعامل معايا أنا كبنك، وهيقدر مع تطور الزمن أنه قطعة الغيار دي يوصل بيها لمستويات من الجودة اللي بيها تتباع في النور وتتباع باسمه وبعلامته التجارية زي ما تكون. وفي نفس الوقت أنا لما بقضي على هذا الرجل أنا حرمت الدولة
من مصدر من مصادر الدخل، لأنه ده لو طلع الاقتصاد النور وبقاله ورق رسمي ودخل في الشمول المالي ودخل في الشمول المالي أنا بقيت شايفه أعرف أخد قرار، أنا بقيت شايفه وأقدر أخد مستحقات الدولة منه. صحيح. بدل ما هو شغال بيكسب ملايين تحت السلم وما باخدش منه ولا مليم للدولة، لا أنا أشوف كل من هو فعلا عنده استعداد أن صنعته دي أو صناعته دي تتطور وتبقى في وضع محترم، لا ده أنا أحتضنه وأعمل له ورقه وأحطه في مكان لائق وأبتدي أقول تعالى يا بنك موله، في الحالة دي أنا مش هتوانى عنه. الباب مفتوح للشركات الزراعية والصناعية لتنفيذ منظومات تعاقدية تضمن تحسين جودة المنتج وترفع نسب الاكتفاء الذاتي وتزود دخول صغار المزارعين والمنتجين للصناعات المغذية. يعني لو شركة زراعية كبيرة قدرت تنفذ منظومة تعاقدية زراعية مع صغار المزارعين هيكون البنك الأهلي المصري الداعم الأول ليها، ولو مصنع كبير أنشأ منظومة تعاقدية مع صغار الموردين لخاماته أو مدخلات صناعته هيلاقي برضو البنك الأهلي المصري الداعم الأول لمنظومته التعاقدية، لأنه باختصار بنك أهل مصر فعلاً. ده كان آخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما انهي حلقة النهاردة أشيد بالتعاون الكبير جدا ما بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري، السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الاثنين في اجتماعات دائمة لحل مشاكل المزارعين. خلي بال حضراتكم خلال الساعات الماضية تم إنهاء حوالي 1500 شكوى للمزارعين متعلقة بالري، يعني المسائي والمراوي وأيضا المصارف. كل مشاكل المزارعين اللي أخطروا بيها جمعياتهم الزراعية أو وزارة الزراعة مباشرة تم إنهائها وحلها على الفور. تخيلوا حضراتكم خلال الأسابيع الماضية تم تطهير ما يقرب من 31 ألف كيلو مسائي للمزارعين، يعني مسائي للأراضي الزراعية. أيضا تم تطهير حوالي 20 ألف كيلو متر مصارف للمزارعين، مصارف لمياه الري. كل ده بيصب في خدمة الأرض والإنتاج الزراعي وزيادة دخول المزارعين. أتمنى استمرار هذا التعاون المبهر ما بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري. ده كان آخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان، انتظرونا غدا السبت الساعة 7 مساء على قناة الكهرباء والناس 2 وبرنامج حضراتكم الجدعان. تشاهدون في حلقة السبت صناعة كبيرة جدا محترمة جدا ليها درجة نقاء وجودة، يعتبر السلعة بتاعتي اللي أنا بقدمها تعتبر بالنسبة لهم سلعة أساسية، ما ينفعش ما تكونش موجودة. النقلة دي والتحرك ده اتحقق إزاي؟ وجمدت قلبك أن أنا هضخ هنا استثمارات مع شريكي الدكتور علاء. انت حطيت كام من جيبك اول ما بدات الارانب؟ موسم 2024 الحر، الصيف 2024 صعب. فهمنا اصل الشغلانه دي وعرفنا شام المصري بدا الارانب ازاي.